صايب هذاك. وهذا ما هو في يدي هاي المروز يعني هاي. هاي ليك. وهذا كونكيروس كونكيروس مع عمي كمال الرطرط. كونكيروس وحاجة كونفيونس يعني. هيا واحد ما شرح أنت وليدو أروح منا. شد لي الباب أروح منا منا أروح منا الكوتي تاع ظهري. صح شديت الباب هكذايا باش ندخل التليفون وندير قناه ناصر تي في هي القناه الوحيده اللي ندير لكم زوج اسواق في يوم واحد. كنا في سوق الاربعه درنا المواشي اي الكباش والان رانا لهنايا في سوق الحسين. ويتكلم شويه يقول قيو جاكو باك الله يبارك. هاي بان ترونكيل عاقل باسكو لو كان جاز شالو بسيط راه يدور وحده هكذا ما عنده حاجه راه فوق الكاجا. هادو ما كاين باقي 2023 وكاين ربما باقي. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. تحية طيبة لكل متتبعي قناة ناصر تي في. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اذا انا متواجدين بسوق الحراش للطيور ليوم الجمعة 2 جوان 2023. دائما شعارنا هو سوق طيور في داركم. وقناة ناصر تي في هي القناة الوحيدة اللي ندير لكم زوج اسواق في يوم واحد. كنا في سوق الاربعة درنا المواشي اي الكباش والان رانا لهنايا في سوق الحراش. درنا لكم جزء كذلك خاص بالمقنين والان ندير لكم جزء خاص بكامل انواع الطيور. بالمناسبه تغطيه قناه ناصر تي في راح تكون طيله هذه الايام خاصه باسعار كباش العيد الاضحى. ما عليكم الا دعمونا بالجام ديالكم. اللي مازال ما اشتركش يشترك هكذايا باش نوصلوا في المشوار. شوفوا خوتي يا خويا صحيت خويا الكالوب سيت راه يدور وحده هكذا ما عنده حاجه راهو فوق الكاجا. هادو ما كاين باقي 2023 وكاين ربما باقي. مولاه من راهو خويا واش راك خويا العزيز صافا. شوف الله يبارك هادو ما هادو ما 400000 الله يبارك 400000 اه 500000 هادو ما شغل تحت 700 كبله. قول لي هادو مالي الفاش تاعك ولا شريت عاود تاسع بو الله يبارك ما شاء الله راكو تشوفوا. اذا نخلي لكم رقم الهاتف هكذايا لي انتيريسي يحب يدي كوبلا ولا هكذايا راهم عاقلين ولا يحب يديهم الكاجا منا خويا. قول لي 0558 54 نعم 10 17 في الاخير المكان وين لقاوك. اذا نحيوا ولاد حومتي من بومرداس خويا بارك الله فيك ويعطيك الصحه سي جونتي سيدو نمسيو. معليش حنا كملنا المقلين مي نديرو في الوسط ماشي مشكل. عندنا كذلك هنايا مقلين الله يبارك. هذا شحال عنده خونا؟ عنده عامين. عنده عامين الله يبارك. والشون كيفاش؟ مازال ما سمعتوش. واش راك داير له السومه؟ هذا اه هذا دوز داير له دوز على ربي يجي ارموني من عندك كيما قالك يا خويا خونا. ابوني وبارك ابوني وبارك بارك الله فيك خويا العزيز صحيت. زيدو جوزو عند خاوتنا لهنايا دائما حبابنا وخاوتنا هنايا في سوق الحراش دائما جابوا لنا اليويو سينيغالي وجابوا لنا كابوني. اكو تشوفوا يا بات بروبليم ماشي مشكل. نبداو بالكابوني. الكابوني هذا شحال عنده؟ عنده تقريبا 4 سنين. 4 سنين سينو يتكلم شويه يتكلم غايه يقول قيو يا قيو. جاكو باك الله يبارك. هاي بان ترونكيل عاقل باسكو لو كان جا سوفاج يدير حاله بالعياط. وشحال داير السعر تاعو؟ دايروا 7 ملايين. دايروا 7 ملايين على ربي. عندنا كذلك هنا السلام عليكم شونتير شونتير دافريك في مالا هذه عندها عامين. شحال سمتها؟ 350 350 نخلوا الرقم تاع الكابوني. اوكي صح 065 065 77 84 18 المكان وين؟ الكاليتوس. نبتدي ندوروا عند خونا اللي يخدم كذلك الا الطيور الزينه يموت على اليويو ودا العفايس هذوما كيما قال لكم مازال كاين فضا. تحبوا جمله تحبوا كيما نقولوا حنايا ديطاي. شحال السعر تاعهم؟ 4.5 الحبه ويضرب المايس. المايس هو الزريعه الزريعه كلش باطل وبصوفي كما قال لكم. قلت لكم كذلك الرقم تاع خونا هكذايا اللي حاب يتواصل معاه ينيغوسي 07 صح الله غير عينا يا خويا 72 72
زيرو 3 زيرو 1 زيرو 1 كاتر 20 صافي بليزير يا خويا. هكذا مون فرار بارك الله فيك احمالديك زيد لا لا ما غلطناش ان شاء الله. نزيدو نجوزو عند خاوتي لهنايا جابو لنا هنايا في البيريش هادو ما في الهوغو هكذا خويا الله يبارك. جاب لنا هدايا ما نقدروش نقولوا فريزي ولكن بالك ديمي فريزي جور هكذايا بالك يكون بالك المال فريزي والفيمالا تكون خارجه مكاش جهه مي بون معليش. شحال داير الهوغو خونا؟ ماشي مشكل معليش. المهم نوري لكم الجوله هكذايا هكذايا كذلك هنايا في الشنو في الكناري الله يبارك دائما مع خوتنا هنايا في سوق الحراش. اخينا جاب لنا اوردينار ياك اوردينار اوردينار هذا تاك بيع فيها هذا خويا 150 والكاش راك تبيع فيها ولا بيع كل... الله يبارك خويا 150000 هاي ليك خويا بارك الله فيك صحيت خويا بارك الله فيك. زيد نجوز عند خويا إذن مع خويا هدايا كذلك لكل جماعة هنايا بسوق الحراش وجاب لنا مجموعة من الساتين الأبيض الله يبارك باقي راهم يبانوا لي كامل 2023 صافي يا غرون بليزير نروح من هيك نحل الباب إلى هرب واحد لازم نخلصوا هكذا باش نعطي لكم صورة حية على الطيور تاع خويا. كذلك يخدم الأدوية بكثرة هاي تولي دروه يخدم الأدوية بكثرة وحاجة كونفيونس يعني هيا واحد معليش روح توليدو روح منا شد لي الباب روح منا منا روح منا الكوتي تاع ظهري صح شديتي الباب هكذايا باش ندخل التليفون وندي لهم شغل ايماج شابة ها مليك شوفوا الله يبارك يعني هذه كاملة على جالكم باش تشوفوا صورة حية الله يبارك. المهم هذوما كيما قلت لكم سيدي جان كامل باقي 2023 وليدو بارك الله فيك يعطيك الصحة هكذايا دوك نشوفوا شحال راهم يديروا السعر تاعهم شحال داروا؟ داروا 10000 دينار الحبه يعني مليون. كذلك عندنا هنايا راهي مخلطه في الكلوستير كذلك في الساتيني في البلون الله يبارك يعني خونا مبجر هكذايا ويجيب سلعه الله يبارك. هنا شحال افي بري؟ لا موين راهي 300 دينار الكلوستير 300 دينار لا موين كيما 350 الله يبارك. والادويه اي ادويه حبيتوها ماشي كامل مشكل تلقاوها هنايا بالجمعه ولا دوك نشوفوا لحبي خلينا رقم الهاتف تاعو هكذايا تتواصلوا معاه. قول يا خويا 0556 90 27 27 74 74 هذا هو الرقم تاع خويا. نزيدو نكملو انا مقبله ماشي المقنين مع خويا ولكن معليش نديرو في الوسط. السلام عليكم يعني احبابنا وخوتنا اللي يجيبوا لنا السوفات يعني هكذاك وراهم جابوا لنا شي سوفات يا خويا. الجن احكي لي على الجن مغلوقه هي مغلوقه هاي مغلوقه المغلوقه كما قال لكم يعني هنا باش تفهموا كانوا بزاف ناس تنتقد فينا وانتم والطبيعه هنا باش تفهموا بلي المقنين ما راهوش يجي من البلاد هاي حبست المروك ما كاش المقنين باش تفهموا مليح يعني. والحمد لله هذا العام يعني 2023 كان جاب لي ربي اكبر انتاج للحسون في القفص هنا في الجزائر يعني الناس كاع يعني دارت لي الفاش تاع المقنين لي جامي ربا ربا المقنين. سينو شحال داروا هكذايا؟ المال 7.5% 7.5% معناها 800 كتحب لك راه 7.5 7.5 الفيمالا 5.5 والفيمالا 5.5 هادو من عندك من الشتا ولا كيفاش؟ ما هادو من رمضان اللي دخلت السنة الأخرى الأخرانية من رمضان راكم تشوفوا والفيمالا شحال دارت؟ 5.5 والفيمالا دارت 5500 دينار راكم تشوفوا مع خونا يعني اللي دائما هنا في سوق الحراش خدمتهم غير زاوش هاي ليك الله يبارك وهذا ماما هي في يدي هاي المروز يعني هاي ليك وهذا كونكيرونس كونكيرونس مع عمي كمال الرط الرط كونكيرونس خويا الحرب ولكن حنا الحرب هذه كيما يقولوا حرب اخوه حرب كذا هذا مكان ماشي زعما شغل حرب تاع دواء ولا لهذا لا كونكيرونس مليحه تكون ولكن شوف